مع بعض النهاردة الدرس الثالث والرابع من كتاب المعاصر أولى إعدادي. حبيبي يلا بينا. The word نقط is the opposite of unknown. unknown ديت يعني غير معروف، عكسها famous. اصحى معايا نقطة، famous يعني مشهور. number two the synonym. synonym يعني مشابه of the word interesting. interesting يعني شيق أو مثير، هتبقى نفس المعنى بتاع كلمة exciting اللي هي number دي، لكن مش بورينج ولا اللي هو ممل ولا تيربل يعني فظيع ولا ديليشس يعني لذيذ، لا طبعا. نمبر 3 بيقول لك وي اد السفكس نقط تو فورم ذا ادفيرب. احنا بنحط السفكس اللي هو النهايه يعني اللاحق للادفيرب اللي هو الظرف من الادج اللي هي فاينل. فاينل يعني النهايه او النهائي، هنحط لها ال واي هتبقى ايه فاينلي. خد بالك ويلا بينا. ذا فود اللي هو الطعام از هيلثير. هيلثير يعني اكثر صحه than من فرايد فود. الجريلد اللي هو نمبر سي يا جماعه الخير، جريل يعني اكل مشوي. instructions يعني بيدينا التعليمات to make meal عشان نعمل الوجبه. ده يا شباب اللي هو ريسيب او ريسايب يعني وصفه. نمبر 3 this restaurant هذا المطعم makes not dishes we always have lunch here. طالما احنا طول الوقت بناكل في المطعم ده يبقى الاكل لذيذ يعني تيستي او ديليشيز اللي هي نمبر A. يبقى السؤال الثالث اجابته نمبر A يعني ديليشيز او تيستي. during رمضان يعني اثناء رمضان. Egyptians اللي هم المصريين like to eat many kinds of desserts. like يعني اثناء رمضان المصريين بيحبوا ياكلوا اكل كتير مليان حلوى يعني ديزرت. زي ايه؟ زي قطايف. ده هم زلنا بيها يا جماعه، كل شيء قطايف قطايف. نمبر 5 بيقول لك she looked at a few يعني a few different نقط to check information. يبقى دخلت على ويب سايتس على مواقع عشان ايه؟ عشان تاخد الانفورميشن اونلاين. طالما اونلاين هتروح للسكول ولا للبارتي ولا الكيتشن المطبخ؟ لا طبعا. كريسماس بودينج اللي هي المهلبيه يا جماعه الخير. is dessert يعني حلوى with dried fruit بالفاكهه المجففه اللي هي شبه المشمشيه عندنا كده في مصر، وطبعا شوجر وسكر وسبايسز وبعض التوابل، طبعا توابل خاصه بالحلويات يعني. people syrup made of the people دي بيعملوا ايه؟ بيبور بي او يو ار ده اللي هي نمبر دي. السيرب اللي هو الشربات from sugar and ايه for over قطايف اللي بيحطوا الشجر على القطايف. I like to fry fish on oil. fry يعني يقلي. syrup is sweet juice made of sugar. ده سكر عصير معمول من السكر. طبعا نمبر 10 بيقول لك نقط is a river from Australia. ده السمك النهري اللي هو بيسموه برموندي، وده بيتعمل في شبه البولتي بتاعنا كده يا جماعه. At the new year في نهاية السنة في بداية السنة الجديدة the Chinese eat long noodles. بياكلوا نودلز يعني لو عشان ترمز لطول العمر والهري. ده rice and salad انا بتكلم في نمبر 12. يبقى with rice and salad بالبيض والرز والسلطة. قطايف are a sweet pancake الحلوى اللي هي البانكيك الفيلد المليانة ايه مكسرات. كان زمان. are you ready to order the month of Ramadan in Egypt during أثناء. دي كده prepositions المفروض نعطلها في الكتاب تبقى حافظها يا غالي. بص طبعا هنا ده أثناء الشهر، ما ادالكش إن، ما ادالكش فيه، يبقى تختار during أثناء. number 2 بيقول لك the time of year اللي هو وقت في السنة. we always cook special noodles at the time في وقت من هذه السنة. number 3 people bake a coin. الناس بتخبز كوين، يعني الناس بتخبز كوين يعني يا خبر بيحط كوناية في الايه في البودينج عشان الناس تدور عليها وتلاقيها ويبقى الكسبان حظه سعيد. baked a coin into في البودينج. قطايف are but into oil في الزيت and fried وبتتقلي في الزيت. بص على المعاصر exercises اللي هي الاسئله بتاعت المعاصر. I didn't see you ده نمبر 5 يا جدعان. for a long time ما شفتكش من زمان اخوي. طبعا هنا فور بيجي بعدها وقت محدد بس هنا المعنى في بطن الشعر يعني. حاتم بايك ده اللي هي العجله بتاعت حاتم is next to my موتور بايك جنب الموتوسيكل بتاعي. نمبر 7 I put the new vase on the table. انا حطيت الفازه الجديده on the table. ده ترابيزه هحطها فين يعني؟ on the table على الترابيزه. why are you still at home؟ خد بالك at home still at home استنى في البيت. number 9 can I add some nuts not the pudding mom to the pudding add to he has 12 candles. احنا بنتكلم في number 10 on the cake على الكيك. بيقول لك complete the sentence كمل الجمل بالcorrect form بالفورمه الصح من الوردس in practice. طبعا at home
ليه؟ عشان بيقول لك ذاك طيب، دي حاجه محدده. لكن الثانيه فور هوم، لانه هنا بيتكلم على الوجبه العاديه، فهو هنا مش بيحددها يعني فور هوم يعني منزليه يعني، فاهم؟ انما الثانيه اتعملت في البيت بعملها دلوقتي شغال عليها. نمبر 3 وي ويل بي ان، اصل احنا قاعدين في اسوان. ات ذس تايم، كلمه تايم بتاخد دايما حرف جر ات يعني قبل الساعات، حافظينها. نمبر 4 بيقول لك وات دو يو دو نير ات نيو يير، السنه الجديده. ذا تشيلدرن، الطلبه الاطفال الصغنطاتشين ار ات هوم، في البيز في البيت. ذير ار ا لوت اوف فود، في اكل كتير. انا بتكلم على نمبر 6، ركز معايا. في اكل كتير. اون ذا تيبل، حرف الجر اون دايما بيبقى قبل الترابيزه، على الترابيزه. نمبر 7 عفوا، ماي ماذر بات بوتيتوز، ماما حطت بطاطس. نقط ان اويل، في الزيت، بطاطس اون ان اويل تو فراي عشان تتقلي. نمبر 8 شي ليفت هير نوت بوك، سابت الكراسه بتاعتها اون ذا شيلف، على الرف. نمبر 9 وي ويتد فور لونج تايم، ده حافظينها يا جماعه الخير والله، يلا حافظينها. ذا ريستورانت ان نيكست از نيكست تو ذا بانك، المطعم جنب البنك. يلا باي يلا باي، ايه خليكم معايا في الاسئله بتاعه الدرس الثالث والرابع. مها اند مريم وبيتكلموا على their favorite celebration food، الاكل اللي هو بتاع الاحتفالات يعني. Do you have a special food؟ طبعا شو يعمل حاجة. عندك أكل مخصوص يعني في السليبريشن؟ طبعا شو. ما قالتلهاش إيه؟ قالت لها can you give me an example؟ اديني مثل. فهتقول لك قطايف، معلش خطي بغلي شوية مش عارف. أنا ليه جبت منين كلمة قطايف؟ عشان كلمة قطايف تحت قدامك كده غالي، مفيش أي حاجة، أنا خوات. اديها قطايف، طبعا اسمحوا لي أنا يلا مش مشكلة. كتبنا كلمة قطايف بعد عناء شذيذ. ونيجي بقى على مريم بتقول لها إيه هي القطايف؟ ما هذه القطايف؟ وات إز قطايف، ما هي القطايف؟ وات از قطايف يعني ما هي الايه القطايف، وده تعبير على اساس ان هي بتقول لها هاو دو كوكيت، بتقول لها بتشرح لها يعني قطايف، قلت لها بتطبخها ازاي. اي فراي ات ان اويل، انا بحمرها في الزيت. فهنا هتقول لها فرايد يعني بتحمرها في الزيت، وهنا بقى ترد لها وي يوجوالي ايت ات ان رمضان. يبقى هي هنا هتقول لها وين دو يو ايت قطايف، امتى بتاكلوا القطايف؟ هتقول لها قطايف في رمضان. يلا قطعه. القطعة بتتكلم عن بنت بتجيب الوصفة بتاعت أكلة معينة من أستراليا على الويبسايت على الإنترنت، وأكلة مشهورة بتتكلم بتاكل في الاحتفالات، والنودلز وطول النودلز دول هتقول الحياة والهري ده. طبعا كلمة famous الأوبوزيت بتاعها unknown، التلاتة اللي حواليها إذا كان well known أو popular أو common مشهورة التلاتة طبعا بعض. يقول لك the recipe was from أستراليا، كانت الوصفة من اللي هي من أستراليا. What does the underline them اللي هي نوتس، هي عملت شوية نوتس يعني ملاحظات واخترت واحدة منهم عشان تبدأ تعمل كارد ريسايب أو اللي هي وصفة على كارد كده. Give the suitable title العنوان المفضل ريسايبس طبعا. How did the writer get information from websites من الويب سايتس، سامحوني عشان الخط الفرخاوي ده. I think it's important، هل أنت شايف إن مهم إن to do research؟ طبعا sure. This is meal that we serve at New Year. Can you put this plates on the table؟ حط الاطباق على الترابيزة. During ديت أثناء الاحتفال. Receive دي وصفة عشان to make ice cream، عشان نعمل ice cream. Number 5 the bottle is a نقط، يبقى filled يا جماعة مليانة بيه. الفستيفال we eat special food، أكل خاص. خد بالك أنا بنجز لأن الحاجات دي احنا خدناها قبل كده كتير جدا. بص معنا number 7 I put some nuts on the top of the بسبوسة، يبقى nuts nuts يعني مكسرات. Number 8 what are the main ingredients، ingredients يعني المكونات الأساسية. Wow the dish looks tasty. Number 9 tasty يعني لذيذ. I help my mom not in the kitchen، في المطبخ. Complete the sentence with correct answer يعني هتكمل الجمل بالإجابات الصحيحة. أول واحدة 4 علشان خاطر for a long time، وده تعبير لازم تبقوا حافظينه كويس for a long time. الجملة الثانية Muslims fast، fast يعني بيصوم in the month of رمضان، بيصوم المسلمين في شهر رمضان. Number 3 they built their house next to، next to دي بناخدها من احنا في تانية ابتدائي يا جماعة، ما ينفعش ان احنا نشرحها حتى. Number 4 when it's windy، لما بتبقى فيها هواء فظيع. We stay at home، بنستنى في المنزل.